قبل اجتداد زحمة الصيف لازم تفكروا بالسفر بفصل الربيع لكثرة وجهات السفر السياحية بهيدا الفصل من السنة. رح نقدم لكم وجهات فريدة وغريبة من نوعها لهيدا الفصل من العام 2017. مالطا الجزيرة المتواجدة بين تونس وبين جزيرة صقلية الإيطالية. الفرنسية واللي هي وجهة النجوم ومحبي الرفاهية. المغرب بعيداً عن الشواطئ وقبل اشتداد درجات الحرارة بننصح بزيارة مراكش. بيرو المتواجدة بأمريكا الجنوبية وطبعاً مركز التراث العالمي ماتشو بيتشو. أكيد الوجهات السياحية بتختلف وبتتكاثر بهذا الفصل من السنة بين مالطا، المغرب، البيرو وكان الفرنسية. أكيد الخيار بيرجع لكم. باي.